السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، معانا النهاردة في مادة العلوم الفصل الدراسي الثاني. هنكمل مع بعض الوحدة الثانية، الدرس الأول، الجهاز الدوري والدوران. كنا تعرفنا قبل كده على الجهاز الدوري واتفقنا ان هو بيتكون من القلب والدم والأوعية الدموية، وكنا عرفنا القلب مكانه فين. تفكروني كده، كان القلب مكانه فين؟ القلب مكانه في التجويف الصدري بين الرئتين مائلا قليلا ناحية اليسار. وكنا اتفقنا ان هو بيضخ الدم لجميع اجزاء الجسم في كل لحظة دون توقف، واتكلمنا عن الأوعية الدموية واتفقنا ان هي عبارة عن شبكة بتجري فيها شبكة من الأنابيب بيجري فيها الدم داخل الجسم، وبتنقسم الى ايه؟ الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. تعالوا نكمل مع بعض النهاردة وناخد الدم. أول حاجة عايزة أعرفها في الدم، هو بيتكون من إيه؟ قال لنا إن الأول إن الدم ده عبارة عن سائل أحمر اللون يجري داخل شبكة من الأوعية الدموية في جسم الإنسان، وبيتكون من إيه؟ قال لي إن الدم ده بيتكون من خلايا أو كريات الدم الحمراء وخلايا أو كريات الدم البيضاء والصفائح الدموية والبلازما. تعالوا مع بعض كده واحدة واحدة ناخد كل مكون من دول ونعرف هو عبارة عن ايه ووظيفته ايه. عندنا اول حاجة خلايا أو كريات الدم الحمراء، هي دي اللي بتعطي الدم لونه الأحمر. طيب الخلايا هنا لا تحتوي على نواة، يبقى خلايا الدم الحمراء أو كريات الدم الحمراء لا تحتوي على أنوية. طيب هيجي لي سؤال هنا ويقول لي علل الدم بيعطي او خلايا كريات الدم الحمراء بتعطي الدم اللون الاحمر، وذلك طبعا عشان احتوائها على ماده تسمى ماده الهيموجلوبين. يبقى احتوائها على ماده تسمى ايه؟ ماده الهيموجلوبين. طيب ايه هي وظيفه خلايا او كريات الدم الحمراء؟ قال لي دي والله بتعمل حاجتين، بتنقل الاكسجين من الرئتين لجميع اجزاء الجسم، وبتنقل ثاني اكسيد الكربون من الخلايا وتوديها الى الرئتين للتخلص منها مع هواء ايه؟ مع هواء الزفير. يبقى دي كده خلايا او كريات الدم الحمراء، اتفقنا انها بتعطي الدم لونه الاحمر، وده ذلك لاحتوائها على ماده تسمى ايه؟ الهيموجلوبين، وعرفنا وظيفتها. طيب تعالوا كده مع بعض ناخد خلايا او كريات الدم البيضاء، دي بتحتوي على ايه؟ تحتوي على انويه. طب ايه وظيفتها؟ قال لي ان دي بتحمي الجسم من الامراض عن طريق ايه؟ قال لي بعضها بيحيط بالجراثيم ليقضي عليها، والبعض الاخر بيفرز مواد لتقتل هذه الجراثيم. يبقى كده نركز مع بعض. خلي بالك هنا خلايا او كريات الدم الحمراء لا تحتوي على انوية، امال مين اللي بتحتوي على انوية؟ دي خلايا او كريات الدم ايه؟ البيضاء. طب تعالى كده لتالت مكون اللي هي الصفائح الدموية، دي بقول عليها اجزاء صغيرة جدا من الخلايا. لو مثلا ايدك اتعرضت لجرح دلوقتي، انت ايدك هتقعد تنزف صح كده؟ طيب مش بعد فترة كده بتلاقي اتكونت قشرة؟ طب القشرة دي اتكونت ازاي؟ دي بفضل الصفائح الدموية. تعالى كده نشوف ليه بفضلها، علشان هي من وظيفتها انها بتساعد في ايقاف نزيف الدم داخل الجسم. طب علل ليه هي بتعمل ايه عشان توقف النزيف؟ قال ان هي بتكون حاجة اسمها الجلطة الدموية. يبقى الجلطة الدموية دي هي اللي بتعمل على وقف نزف الدم عندما يصاب الجسم بجرح. طيب رابع مكون عندنا اسمه البلازما. البلازما دي هي السائل من الدم اللي بتسبح فيه بقى كل المكونات دي، اللي هي بتسبح فيه باقي المكونات، يعني خلايا او كرات الدم الحمراء او خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية بيكونوا بيسبحوا فين؟ داخل البلازما. والبلازما دي سائل لونه ايه؟ لونه اصفر. يبقى البلازما ده الجزء السائل من الدم اصفر اللون، وبيسبح فيه ايه؟ باقي مكونات الدم اللي احنا اتفقنا عليهم، اللي هي كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية. طب ايه هي وظيفة البلازما؟ قال لي من وظيفتها انها بتنقل الغذاء المهضوم من الامعاء الدقيقة الى جميع خلايا الجسم. طب والفضلات يبقى بتنقلها توديها لفين؟ قال لي دي بتنقل الفضلات من الخلايا بتوديها لاعضاء الاخراج، وذلك ايه؟ للتخلص منها. طيب تعالوا نشوفوا مع بعض كده بقى شوية أسئلة. لما يجي يقول لي اكتب المفهوم العلمي أو اكتب المصطلح العلمي، أجزاء صغيرة جدا من الخلايا تساعد في إيقاف نزيف الدم في الجسم، يا ترى دي إيه؟ قال لي الصفائح الدموية. تمام.
طب لما يجي يقول لي خلايا تحمي الجسم من الأمراض، تمام، بعضها يحيط بالجراثيم لا يقضي عليها، والبعض الآخر يفرز مواد تقتل هذه الجراثيم، هتبقى ايه؟ خلايا الدم البيضاء او كريات الدم البيضاء. تمام. طب قال لي خلايا تعطي الدم اللون الأحمر ولا تحتوي على نواة؟ خلايا الدم الحمراء. الله ينور. طب لما يجي يقول لي الجزء السائل من الدم هو أصفر اللون ويتكون أساسا من الماء وتسبح فيه باقي مكونات الدم؟ البلازما. يبقى نخلي بالنا من تعريف كل واحد ونعرف كل واحد وظيفته ايه. تعالوا مع بعض نشوف شوية ملاحظات. اول حاجة قال لي جسم الانسان بيحتوي على كمية طبعا من الدم، طب قد ايه؟ قال لي من 5 لـ 6 لتر. يبقى يحتوي جسم الانسان على من 5 لـ 6 لتر من الايه؟ من الدم. تاني حاجة بيقول لي يقوم الدم بوظائف عديدة لجسم الانسان. هو بيعمل ايه الدم ده؟ قال لي اول حاجة بيحافظ على ثبات درجة حرارة الجسم. طب انت عارف طبعا ان درجة حرارة الجسم الانسان العادي كام؟ 37 درجة مئوية. تمام. طيب الدم ده كمان فايدته مهمة جدا، ان هو بيعمل ايه؟ طبعا بينقل حاجتين مهمين، هما الاكسجين والغذاء المهضوم، عشان يوزعهم لجميع خلايا الايه؟ الجسم، ويقدر يستفاد منها. طيب تالت حاجة بيعملها بينقل الفضلات لأعضاء الايه؟ الإخراج. طبعا ما ينفعش الفضلات تفضل في جسمنا، فهو بينقلها لأعضاء الايه؟ الإخراج، عشان يتخلص منها. طيب يجي يقول لي علل تزداد عدد دقات القلب عند القيام بمجهود. طبعا وانت قاعد كده بتلاقي ان دقات قلبك طبيعية، لكن تعالى كده اطلع السلم بسرعة وانزل، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي نفسك بتنهج ودقات قلبك بتزيد. يبقى لما يجي يقول لي علل تزداد عدد دقات القلب عند القيام بمجهود، طبعا انت كده جسمك اخد كمية كبيرة من ايه؟ لامداد الجسم بكمية اكبر من الغذاء المهضوم والاكسجين، عشان اصلا تولد ايه؟ الطاقة اللازمة. طيب ممكن يجي يقول لي ماذا يحدث عند الجري لفترة معينة بالنسبة لضربات القلب؟ انت كده لما هتجري فترة طويلة او فترة معينة ايا كانت هي ايه، ضربات قلبك ايه اللي هيحصل لها؟ انها تزداد. يبقى الاجابة هتكون يزداد عدد ضربات القلب. تعالوا كده نشوف مع بعض ايه هو مسار الدم داخل القلب. انا عندي طبعا هنا القلب متكون من جانبين، الجانب الايمن اللي هو بيتكون من كام حجرة؟ حجرتين، اذين ايمن وبطين ايمن، وجانب ايسر طبعا مكون من ايه؟ من جانبين ايضا، اللي هو الاذين الايسر والبطين الايه؟ والبطين الايسر. تعالوا كده نشوف مع بعض في الاول ايه اللي بيحصل في الجانب الايمن. قال لي دلوقتي عندي الدم الغير المؤكسج. يعني ايه دم غير مؤكسج؟ قال لي ده الدم الذي يحمل غثاني اكسيد الكربون. تمام كده، يبقى الدم الغير المؤكسج يعني هو دم محمل بغثاني اكسيد الكربون، والدم ده عاده بيكون لونه احمر غامق. طيب ايه اللي بيحصل عندي هنا؟ قال لي بيدخل الدم عبر الوريدان الاجوفان العلوي والسفلي، بيدخلوا الى الاذين الايمن عن طريق طبعا ايه؟ الوريدان الاجوفان. ايه اللي بيحصل بعدها؟ بينتقل الدم الغير المؤكسج، بيروح عندي هنا للاذين الايمن. الاذين الايمن ده بيدفع الدم الى البطين الايمن عبر صمام. طيب ممكن يجي يقولي هنا ايه وظيفة الصمام؟ بيدفع الدم من الاذين الى البطين في اتجاه واحد، ولا يسمح بايه؟ ولا يسمح برجوع. يبقى هنا ممكن يجي لي سؤال، اذكر وظيفة الصمام. يسمح بمرور الدم من الاذين الى البطين، ولا يسمح ان هو يرجع ايه مرة اخرى في اتجاه واحد. بيسمح بمرور الدم في اتجاه واحد. طيب تعالوا بعد كده بقى هنا، بعد ما الدم وصل للبطين الايمن، اتفقنا ان البطين الايمن ده هيدفع الدم او هيضخ الدم، هيوديه لفين؟ هيوديه الى الرئتين عبر الشريان الرئوي. يبقى كده مسيرة الدم هنا في الجزء او في الجانب الايمن، الدم بيجي دم غير مؤكسج، بيدخل للاذين الايمن عبر الوريدان الاجوفان العلوي والسفلي. الاذين هنا بيدفع الدم الى البطين الايمن، اللي بدوره ايضا بيدفع الدم يوديه فين؟ الى الرئتين عبر الشريان الرئوي. طيب يبقى زي ما هو موضح امامنا كده على الاسهم، الوريدان الاجوفان العلوي والسفلي بيمر خلالهم دم غير مؤكسج، وعرفنا يعني ايه دم غير مؤكسج اللي هو محمل بغاز ايه؟
ثاني اكسيد الكربون. هيودهم لي للاذين الايمن اللي بيدفع الدم من خلال صمام الى البطين الايمن اللي بدوره يدفع الدم خلال الشريان الرئوي ويوديه الى ايه؟ الى الرئتين. في حاجه عندنا هو الجانب الايه؟ الايسر. طب دلوقتي الرئتين اخذت الدم الغير مؤكسج، ايه اللي هيحصل بداخلها؟ هيحصل بداخلها عمليه تبادل ايه؟ الغازات. الرئتين هتاخد غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء، طبعا ده اللي هيطلع عن طريق هواء الايه؟ الزفير. تمام. طيب كده اتبقى لي الدم بتاعي نقي، فبسميه الدم مؤكسج، وده بياخده بياخد الاذين الايسر يبدا ياخده عن طريق الاورده الرئويه الايه؟ الاربعه. طيب بعد كده هيوصل ان انا هيدفع الدم الاذين الايسر هيدفع الدم الى البطين الايسر طبعا عن طريق الصمام زي ما احنا اتفقنا مع بعضينا. تمام. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ قال لي هينقبض البطين الايسر وهيدفع الدم، طبعا الدم بتاعي كده خلاص بقى دم مؤكسج، هيوصله لجميع اجزاء الايه؟ الجسم طبعا عشان يستفاد منه عن طريق حاجه اسمها الشريان الايه؟ الاورطي. يبقى الشريان الاورطي هو اللي بيقوم بتوزيع الدم المؤكسج لجميع اجزاء الايه؟ الجسم. طبعا احنا ممكن نسميه برضو اسم تاني اللي هو ايه؟ الشريان الابهر زي ما عندنا موجود في الرسمه. يبقى احنا كده لخصنا، قلنا الأوردة الرئوية الأربعة بيمر خلالها دم مؤكسج اللي هو طبعا الدم النقي الى هيوصل للأذين الأيسر، بعد كده الصمام هيدفع الدم ده الى البطين الأيسر، بعد كده هيوصل لجميع خلايا الجسم عن طريق الشريان الأورطي او طبعا الشريان الايه؟ الأبهر. طبعا هنا الدم الغير المؤكسج زي ما اتفقنا ممكن يجي لي اكتب المصطلح العلمي دم يحمل غاز ثاني اكسيد الكربون، والدم ده بيكون لونه احمر غامق ويوجد في الجانب الايمن من القلب، يبقى ده اسمه دم ايه؟ دم الغير مؤكسج. جميل. طيب ممكن يقول لي اكتب المصطلح العلمي دم يحمل غاز الاكسجين والدم ده لونه احمر فاتح وبيوجد في الجانب الايسر من القلب، يبقى ده اسمه ايه؟ ده الدم المؤكسج. طيب تعالى كده نعرف يعني ايه الدورة الدموية. الدورة الدموية دي هي عبارة عن المسار الذي يسلكه الدم داخل الجسم، يبقى المسار اللي الدم بياخده او بيمشي ده داخل الجسم بسميه ايه؟ دورة دموية. طيب الدورة الدموية دي بقسمها لحاجتين، دورة دموية صغرى اللي هي بسميها الرئوية، ودورة دموية كبرى بسميها الجهازية. طيب خلينا في الدورة الدموية الصغرى اللي هي الرئوية، دي بتتم ما بين ايه؟ تتم ما بين القلب والرئتين. طب امال الدوره الجهازيه الكبرى؟ دي قال لي بتتم ما بين القلب وجميع اجزاء الجسم ما عدا الرئتين. يبقى كده عندي مقارنه هنا ما بين، او يقول لك قارن بين الدوره الدمويه الصغرى والكبرى، او قارن بين الدوره الدمويه الرئويه والجهازيه. هتقول له ان هنا الدوره الدمويه الصغرى او الرئويه بتتم ما بين ايه وايه؟ الرئوية الصغرى بين القلب والرئتين. طيب والدورة الدموية الكبرى أو الجهازية تتم بين إيه وإيه؟ بين القلب وجميع أجزاء الجسم ما عدا الرئتين. أولا الدورة الدموية الصغرى، هنا بيقول لي يعود الدم المحمل بغاز ثاني أكسيد الكربون اللي اتفقنا إن ده دم غير مؤكسج، بيعود من الجسم إلى الأذين الأيمن عن طريق مين؟ عن طريق الوريدين الأجوفين اللي هما العلوي والسفلي. بعد كده بيضخ الأذين الأيمن الدم من خلال صمام عشان يوديه لفين؟ للبطين الأيمن. يبقى هنا الأذين الأيمن عبر الصمام ضخ الدم ووداه لفين؟ للبطين الأيمن. بعد كده بيدفع البطين الأيمن الدم إلى الرئتين عن طريق الشريان الرئوي الذي يتفرع لفرعين، كل فرع منهم بيتجه إلى رئة. طبعا احنا عندنا ايه؟ رئة يمنى ورئة يسرى، فكل فرع بيتجه إلى رئة منهم. طيب بيحدث تبادل الغازات بقى فين؟ في الرئتين، حيث ينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون من الدم الغير المؤكسج ويخرج مع هواء ايه؟ يخرج مع هواء الزفير، ويأخذ الدم الأكسجين من هواء الرئتين أثناء عملية الشهيق ويصبح دم ايه؟ دم مؤكسج. طيب الدورة الدموية الكبرى، طبعا احنا كده خلاص الدم بتاعنا بقى دم ايه؟ مؤكسج، يعني يحمل بس غاز الأكسجين، فكده هياخد الغاز اللي هو الدم المؤكسج من الرئتين هيوصلهم لايه؟ الى الأذين الأيسر طبعا عن طريق الأوردة الرئوية الأربعة زي ما اتفقنا مع بعض. بعد كده يبدأ الأذين الأيسر يضخ الدم خلال صمام هيوصله الى البطين الأيسر،
وبعد كده البروتين الايسر لازم يوصله لجميع اعضاء الجسم عشان نستفاد منه. طب عن طريق ايه؟ قال لي عن طريق الشريان الاورطي او الابهر. طيب لو انت لاحظت كده لما هنبقى نشوف في الرسمه تاني، قال لي في الجدار البروتين الايسر اكتر سمكا من من الجدار البروتين الايمن. يبقى هنا بيقول لي جدار البروتين الايسر اكثر جدر القلب سمكا. ليه؟ لان انت طبعا انت عارف في البروتين الايسر بيبقى بيضخ الدم لجميع اجزاء الجسم، فهو محتاج ان هو يكون الجدار بتاعه سميك او اكثر سمكا. يبقى لما يجي يقول لي علل، لما يجي يقول لي علل هقول له لانه يدفع الدم الى جميع اجزاء الجسم. طبعا هو بيمشي مسافات اكبر واعلى من من الجانب الايمن. طيب تعالوا كده نتعرف على الامراض التي تصيب الجهاز الدوري. اول حاجة عندنا مرض اسمه مرض تصلب الشرايين. يعني ايه مرض تصلب الشرايين؟ قال لي ده والله مرض بتتراكم فيه المواد الدهنية على الجدران الداخلية للشرايين. يبقى تصلب الشرايين ده الشريان بتاعي على الجدران الداخلية بتاعته هتتراكم فيه مواد دهنية. يبقى تصلب الشرايين ممكن يجي لي اكتب المصطلح العلمي مرض تتراكم فيه المواد الدهنية على الجدران الداخلية للشرايين، ده هقول له هو مرض اسمه تصلب الشرايين. طيب المرض اللي بعد كده عندنا مرض فقر الدم او بسميه الانيميا. قال لي ده هو مرض بتقل فيه عدد او عدد خلايا الدم الحمراء او بتقل فيه نسبة الهيموجلوبين. يبقى الدكتور كده مثلا لما يجي يكشف على مريض ويقول له انت عندك انيميا، هو عرف منين؟ قال له ده كده عدد خلايا الدم الحمراء عنده حصل فيها نقص او كمية الهيموجلوبين اللي عنده قلت عن المستوى العادي، فبالتالي ان هو بيصاب بمرض فقر الدم او الانيميا. طيب ضغط الدم المرتفع، قال لي ده مرض بتكون فيه القوة اللي بتدفع الدم عبر الشرايين اشد مما هي عليه في الوضع في الوضع الطبيعي. يعني القوة اللي الدم مش بيها او بيتدفق فيها عبر الشريان اشد مما هي عليه في الوضع الطبيعي. طيب تعالى بقى كده نشوف شوية اسئلة مع بعض. لما يجي يقول لي اكتب المصطلح العلمي، يلا ركز معايا كده. مرض تتراكم فيه المواد الدهنية على الجدران الداخلية للشرايين يسمى تصلب الشرايين. طيب عندما يكون او حالة مرضية عندما يكون فيها عدد خلايا الدم الحمراء السليمة اقل او تكون فيها كمية الهيموجلوبين اقل في الدم، ايه اللي هيحصل؟ يبقى دي اسمها يا ميس انت لسه قايله لنا ده عبارة عن فقر الدم او الانيميا. الله ينور. طيب لو مرض تكون فيه القوة التي تدفع الدم عبر الشرايين اشد مما هو عليه في الوضع الطبيعي، ضغط الدم المرتفع. الله ينور. طيب ازاي احافظ على الجهاز الدوري بتاعنا يا سنة ستة؟ قال لي اول حاجة المواظبة على مزاولة التمارين الرياضية بانتظام. لازم ان انا اشتغل على نفسي كده شوية واعمل تمارين رياضية طبعا بانتظام. ليه؟ قال لي لانها تقوي عضلة القلب وتنشط الدورة الدموية. طيب تاني حاجة عشان احافظ على الجهاز الدوري، قال لي تناول وجبات غذائية متوازنة توفر فيها الشروط الاتية. يعني ايه؟ يعني حاول ان انت ما تخليش في نسبه دهون عاليه. طب احنا اتفقنا مع بعض ان لو انا عندي نسبه دهون عاليه هصاب بمرض اسمه مرض تصلب الشرايين. يبقى اقول له لا تحتوي على نسبه كبيره من الدهون، لازم اكل وجبه لا تحتوي على نسبه كبيره من الدهون. علل، لان الدهون تترسب على الجدران الداخليه للشرايين مما يؤدي الى الاصابه بمرض اسمه تصلب الشرايين. طيب كمان الوجبات اللي انا اتناولها دي لازم تكون غنيه بالعناصر المعدنيه زي الحديد. طبعا انت ساعات ما تيجي تقول لك كل مثلا بتنجان، ليه؟ عشان فيه حديد. لازم عايز فيه معادن كده معينه لازم تاخدها في جسمك عشان تبقى لازم عشان تبقى قوي. طيب يبقى ليه بقى ان تكون غنيه بالعناصر المعدنيه مثل الحديد حتى لا تصاب بمرض فقر الدم او الانيميا؟ الله ينور. طيب برضو الوجبات دي لازم تكون تحتوي على نسبة قليلة من من الملح. يجي يقول لي علل، هقول له طبعا انت عارف ان الملح ده كمية الملح لما تكون كتيرة في الدم ايه اللي هيحصل؟ هيصاب بمرض اسمه ضغط الدم المرتفع. ده قوة الدم بتاعتي هتبقى اعلى من المعتاد.
قوة دفع الدم هتبقى أقوى من الإيه؟ من المعتاد في الشرايين. طيب تالت حاجة أعملها عشان أحافظ على الجهاز الدوري، البعد عن التدخين وعدم التواجد مع المدخنين. طبعا التدخين مضر جدا يا سنة ستة، عشان هو بيسبب ضرر بالغ على الإيه؟ على القلب. طب بيعمل إيه؟ قال لي بيرفع ضغط الدم، وبالتالي الدورة الدموية بتاعتي هتضعف. طيب ايه اللي كده هيسببه؟ قال لي هيسبب برضو مشاكل في الجهاز الايه؟ التنفسي. عشان كده بنقول نبتعد عن التدخين او حتى اي مكان فيه مدخنين. طيب تعالوا نعرف مع بعض حاجة اسمها صانع الضربات الالكتروني. قال لي مرضى القلب المعرضين للاصابة بالنوبات القلبية، صانع الضربات الالكتروني ده بيزرع اسفل الجلد. يبقى هو جهاز يزرع اسفل الجلد، وكمان بيتصل بعضلة ايه؟ القلب باسلاك. طب يستخدم حديثا زي ما قلنا مع المرضى المعرضين للاصابة بالنوبات القلبية، طبعا عشان لو لا قدر الله حد مثلا قلبه وقف ولا حاجة طبعا خلاص الانسان بيموت. فصانع الضربات الالكتروني بيبقى موجود اسفل الجلد ومتصل بعضلة الايه؟ القلب. وحين بيتوقف القلب عن العمل هو بقى ايه؟ بيشتغل صانع ضربات القلب، صانع ضربات الالكتروني، وبيشتغل لوحده، فضربات القلب النبضات بتاعتي ايه؟ ما بتقفش. طيب يا سنة ستة وصلنا كده لنهاية درسنا النهاردة، وهو سؤال المتفوقين. طبعا احنا لازم نحل سؤال المتفوقين علشان نبقى من المتفوقين وناخد جوائز. طيب سؤال المتفوقين بيتحل ازاي؟ ان انت هتجيب ورقة فلوس كاب هتكتب فيها اسمك وفصلك واسم المدرسة، وتبدأ تنقل السؤال بتاعنا اللي احنا هنقوله ده، وبعد كده تجاوب عليه اجابة نموذجية وتحطه في ظرف، وبعد كده تحطه في صندوق المتفوقين. طيب تعالوا نشوفوا مع بعض سؤال المتفوقين بيقول: ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ رقم واحد عندنا انقباض البطين الأيسر، إيه اللي هيحصل لو البطين الأيسر انقبض؟ رقم اتنين عندنا عدم احتواء الدم على الصفائح الدموية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.